السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غنشوفوا الصفحة 88 من كتاب كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي. عندنا الخط والإملاء، مجال القرية والمدينة، عند درسي الخط والإملاء. ولاحظوا رسم الهمزة وأكتب. لاحظوا رسم الهمزة، الهمزة هنا على الألف، هنا على السطر، وهنا على الواو، وهنا على الياء. نعاود نكتبهم مثلا بدأ. هنا عندنا، عاودوها هنا جوج مرات او ثلاثة، بطءٌ. كتلاحظوا الهمزة على السطر، بطءٌ. ثم مساءٌ، مساءٌ. عندنا هنا بطؤ، يعني مشى بثقل، يعني بتثاقل، يعني مشى بشوية. بطؤ في سيره، يعني سار ببطء. بطؤ. عندنا الكلمة الأخيرة هنا في هذا الخط، قارئ. قارئ، لاحظوا الهمزة على الياء، قارئ. واضح. نمر الآن للإملاء، نمر لدرس الإملاء. نتدرب. أصنف الكلمات الآتية في الجدول. هذه الكلمات نحطها في الجدول على حسب الهمزة اللي فيها. شتاء، إذن هنا شتاء. دفء، تاني الهمزة على السطر، دفء. عندنا لجأ، الهمزة على الألف، لجأ، لجأ. ثم عندنا كفء، الهمزة على السطر، كف أن، كف أن، الهمزة على السطر. هنا عندنا دافئ، الهمزة على الياء، إذن مكانها هنا في الأخير، دافئ، دافئ. عندنا مراها تباطؤ، الهمزة على الواو، إذن هنا تباطؤ. تباطؤن، نشكلوها تباطؤن. عندنا بادئ، الهمزة على الياء، بادئن، بادئن. ثم أخيرا يخطئ، أيضا الهمزة على الياء، يخطئ، يخطئ. واضح. نمر الآن إلى أتذكر وأكتب. أن كلمات فيها همزة متطرفة، متطرفة يعني تكون هي الأخيرة على الألف، بحال لجأ. وهنا كلمات فيها همزة متطرفة على السطر، مثلا على الألف، قرأ، قرأ، قارأ. مثلا مثلا أخطأ، أخطأ. نشوف الهمزة المتطرفة على السطر، عندنا سماء، سماء. عندنا
صحراء. صحراء. وهكا كملنا التمارين ديالنا. إلى اللقاء.